لفتة يا إخوة، أحيانا تكون في بيت ناس من الطيبين ولهم بنت مثلا في تناهز الاحتلام، أحيانا بتكون في بنت في البيت تناهز الاحتلام يعني تقارب الاحتلام، فيدخلونها بشعرها مكشوف وببناطيل ضيقة على الأضياف، وأحيانا جزء من جسمها مكشوف، وهذا مما ينافي الآداب ومما يثير الفتن أيضا، ما يثير الفتن أيضا. فأذكر الآباء والأمهات اللواتي والذين يفعلون ذلك أن يراعوا يعني يراعوا الحياء ويلزموه، فإن هناك من هو ضعيف القلب وضعيف الإيمان قد يتأثر بشيء من ذلك، قد شكي إلينا من غير واحد من يطلبون النصح للناس أن ينصح الناس بذلك. أنت قد لا تبالي، أنت الحمد لله أنت سليم القلب، لكن أحيانا الناس تتأثر. وإذا كان الله سبحانه أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهن عن الخضوع بالقول وعلل ذلك بقوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يطمع في من؟ في نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فكون يطمع في غير نساء النبي باب أولى، باب أولى. فهم يا محمد؟ هم صحابة، هم صحابة. لأن أقصد أن هذا الخلق المشهور في بعض الأوساط يأتيك بابنته يدخلها وهي يعني قريبة منهزة الاحتلام 10 سنوات 11 سنة، ويدخلها متبرجة أو لابسة بناطيل أو كاشفة مظهرة لمفاتنها. هناك ملتحون أيضا ضعف الإيمان، ملتحون ضعف الإيمان ليسوا معصومين، وإن لم يكن ضعيف الإيمان فالشيطان سيحمله على التفكير السيء. فسدا للذريعة يحافظ الآباء وتحافظ الأمهات على البنات.